شات رياكشن. السلام عليكم. Another one with Shats. Mr. Smolik is back. Mr. Smolik خرجنا واحد سينجل سميته ستار، رغم انه ما لحاش في يوتيوب، لحاش في سبوتيفاي. سبوتيفاي ملي كيكون اسوسي مع لاشين كيلوح حتى هو في يوتيوب كيحطها. سو كيجيني بحال التراك ما كياخذش حقه، ولا بوتيتر كيوجد ليه شي كليب. وهادشي علاش انا بديت كنرد البال كنقول واش ندير رياكشن ما نديرهاش، ندير ما نديرهاش، خايف لي يكون يخرج كليب من بعد غادي يحرق لنا الرياكشن. دير لي رياكشن وما تقدرش ديرها من بعد، وما عرفتش حتى الا درتيها غادي تشوف الكليب والدوي على الكليب. وهذا مي اون توكا، مون توكا حنا شو كيهمنا كتهمنا مزيكا يكون تراك زوين، تمسكوا نحكموا على التراك، نشوفوا الفيلينغز كيدير، كيدير التكنيك، اشنو غيتقال فيه، هذا هو المهم عندنا. وابخي الا خرج الكليب تشوف واش غنديروا. نتوما صافا؟ كلشي بخير؟ الناس زوينين، الناس زوينين. درتوا لايك، درتوا شي كومونتير، درتوا دوك الاتاويش ديال هذا والقلوبه وهذاك الشيء. ويلا ندخلوا نتمسكوا نشوفوا. How is this song from Mr. Smolik? Alright, yeah, خويا. بحال شي تراك الكترو غادي يخدم ياك، ماشي ما كاينش الملامح ديال شي بديل ديال الديسك ولا تراك راب ولا شي انسترو ديال الراب ما كتبغيش. كان شحال مره كنت راسي غارق في الظلام، شحال مره ما بقاش كيبان لي والو قدامي، المدني لي عامي حاجه نجيها متشابي، غلطه الاولى اني غير انا وداش عاود ثاني، وسط من قلبي يعرفو غير انا والرب العالي، كنت عارف داكش اللي وسط مني كامل الاول غالي، خرجني من دروبه في ماشو داري بالفاني، كنت كلشي باغي عيش في الدنيا كلها ليلاني. كلشي باغي يعيش في الدنيا كل ليلة عيد، وهادي سي امبوسيبل القضية ميمكنش. وهذا هو الغلط، ملي كتبغي هاد اللعيبة هادي كتولي قاصد المخدرات وقادش اللعيبات اللي غينسيوك في حياتك، كتولي عايش كلشي عيد وكلشي ضحك وكلشي فو، تا فوك يصحابك راك عايش، ولكن انت راك تدمر حياتك، انت راك تعطل حياتك، مكتعيش العيد. باقي كنفكر أول مرة خويا الدار، أفكار اش باغي ندير في حياتي من داك النار. شنو اللي زوين في الكلمات ديال Smolik؟ وديما كتلقى فيهم هاد لو سونس ديال الموتيفاسيون، كتلقى واحد اللعيبه اللي كتخليك ما تفكرش بحال الاخرين، حاول تفكر ديفيرون، حاول تخرج من ديك اللعيب. قال لك هو كان كيفكر شنو غيدير في الحياه، لقيت اللي كان بان كيفكر يمشي للبحر وكيمشي يفكر، هذا هو كان ديجا كيفكر كيفاش يبني حياته وكيفاش هذا. وهاد اللعيبات خاص الواحد ياخذهم لي فان اللي كيتمسكوا Smolik، الا تمزك حاول تاخذ الافاده، حاول تقم التويشيات، ماشي غادي مزيك انه حاول تستافد باش غير باحياتك. وراه ما قال لك هذا الميساج حتى بغى يوصلوا لك، بغى يشوف هذاك الشيء اللي طرا ليه يشوفه يتجسد فيك انت. اللعيبه ما قادش نفرزها، واقيلا شويه الميكس مجهد على في الرفره كمجهد، ما قديش نفرز فريمون هذه اللعيبه ديال حيت كيقول جوج نجمات وقالش معاها شي لعيبه، ما قديش نفرزها مزيان في الميكس. واقيلا الانستروم هذا كانوا غاديين بنفس الحده، ما خلانيش نفرز اشنو الميساج اللي قال في الرفره. ما شافوش الزين، ما حسوش كيحسين الاغلى دي زين. بقينا صغار ولاد البراء، اخبرنا ماليا من اللي قا ما كتشبا، شفنا بزاف لي ما كملش وزاد، صافي سكين شاف عمرو ضايع غادي زاف. واو
واحد اللعيبه شو المساج البارح كان شو هاد المساج كان زوين البارح. البارح الا بغيتي تبدا شي حاجه خاصك العزيمه والاراده باش تبدا، ولكن الا بغيتي تكمل هذيك خاصك لا كونسيستانس، فهمتي؟ المداومه على هو الميساج اللي خاصك تعقلوا عليه. ملي تكون باغي دير شي حاجه ما تبقاش غير جالس وكتحلم، خاصك تزعم ودير، ولكن باش تكمل خاصك المداومه تبقى غادا. هذه هي المساج اللي قال لك شنو بزاف اللي بداو وحبسوا. راه شحال واحد حتى كيزعم ويبدا، حيت الخطوه ديال البدايه راه هي صعيبه. شحال واحد عام ربع يدي ما كيبدا ما كيدير والو، ولكن من مور انك تبدا داوم على داك الشيء، وبقى 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 حتى توصل للهدف ديالك. حنا شفناها في الاول كاع ماس بلاش في الاول، حطينا الكبده والريه قصنا فوس جبال تغول. كل الرجال اللي راحت تعود العشره ديال بصح هي اللي كطول. ماي او ماي قداش فيني ما نسى. مع القصة ديال شايفين ومع شوبي فين ما كتجبد شي لعيبة ديال العشرة تي اوبليجي باش تفكر فيهم، باش تفكر شنو طرا شنو علاش. وهنا هاد اللعيبة اللي قالت النقطة ديال العشرة ديال بصح هي اللي كطول، العشرة ديال بصح هي اللي كطول. صافا دي هما بما انهم ما طولوش دابايا وانهم ما بقاوش عشرة، يعني ما كانتش عشرة ديال بصح. راه مادام الا قلتي شي حاجة راك مآمن بها، يعني سمولايكس مادام قالت اللعيبة راه مآمن بانه راه العشرة، يعني بحال اللي كيقولوا راه العشرة ديال صوبي راه ما كانش العشرة ديال بصح. encore une fois كتقد تفرز، كنفرز ديك جوج نجوم هذا تمشي. والهيت ديال الريفرنس زويون، في واحد الفايبز زويون، ولكن جاني بحال فاش ميكساو ما كانش داكشي، ما عطاوش لا فالور لا فوا باش تخرج. نعرفوا فريمون اشنو كنسمع جوج نجمات في السماء، مي ما قديش شي نعاود نرجعوا لي نشوف. جوج نجوم اللي معلقه في السماء واقيلا، ياك هادشي اللي كيقول هادشي اللي قديت نسخن. ما عرفتش واش متفقين معايا في هاد القضيه ديال الكوبليات خارجين مزيان، الرفران خارج بلوس غالب لي لانستو ما مخليش يفرز مزيان. فريمون كاين عندي مشكل باش نفرز لعبة، ما عرفتش واش غير الفيرسيون ديال اليوتيوب اللي دايره بحال هكا، حيت سي سور الفيرسيون ديال سبوتيفاي كتكون احسن على هذا. ما جاريف با فريمون، كتقم الكلمه ولاني السطر كامل اشنو كيتقال فيه باش تخرج المعنى، ما خارجش ليه. اوكي نوت باد تراك زوين ما بيش. اهم حاجه فيه هو الكوتي موتيفاسيون كما قلت، الميساج ديال سمولكس كتحس ديما بديك لونغي انه يموتيفيك، انه يقول لك ما تبقاش تفكر بحال الاخرين، خرج من ديك القوقعه، خرج من العيبات. الكوبليات كانوا زوينين، الحاجه الوحيده بدات خبره فرا كان فيه فيلينغز، مي كوتي كيفاش تخدم كي بحال ما عطاش القيمه لداكشي اللي غيتقال في الرفرا. كان فيه لعبوا بلوس على الفايب ديال الرفرا كو على شنو غيتقال فيه. ثم بالنسبه لي انا ما عرفتش شو نتوما ما عرفتش متفقين معايا، تخليوه في كومونتير واش متفقين ولا لا. ما حسيتش براسي بانه ما كنتش قاد نفرز فريمون داك الرفرا اشنو كيتقال فيه. هذا ما كان تراك ما بيه زويون، كنتهضروا خدمه احسن من عند سمولكس صراحه، بالنيفو اللي وصل ليه سمولكس ولا توشيات. جو بونس
كنتوقع منه احسن. هذا ما كان حبسوا الفيديو بحال هكا. شكرا للناس اللي تفرجوا معنا دوبل شكرا للناس اللي بقاو حتى الاخر اي بيان سور تريبل شكرا للناس اللي خلاو لايك وكومونتير. تهلاو لنا فراسكم.